انتظم ثنائي وليد سليمان وأحمد فتحي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء. وكان الثنائي قد أدى تدريبات تأهيلية وبدنية والجري حول الملعب تحت إشراف أنيس الشعلالي المعد البدني في مران الفريق الذي أقيم أمس. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف التشكيل المثالي للجولة الأولى من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وشهد التشكيل المثالي تواجد أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي ضمن قائمة الأفضل في الجولة. وضم التشكيل كل من كيجلي جوسيبولا تاونشيب خط الدفاع أحمد فتحي الأهلي شمس الدين الزوادي الترجي التونسي ماندلا بالما بامباني سوالوز فاكسون كامبو زاسكو وخط الوسط خما بليات سان داونز وليموبين شيرستو تاونشيب وناثان سينكالا مازيمبي واسماعيل الحداد الوداد المغربي وخط الهجوم مالانجو نيجيتا مازيمبي وحميد حداد الدفاع الحسني الجديدي.